طب في المذاكرة نذاكر من الجيف ولا الكتاب؟ بالنسبة ليا هنا هذاكر من الكومبوزيت واللايت تيورينج من المحاضرات. تمام خلاص. لا هي مختلفة عن الكتاب تماما. تمام. أوكي؟ أنا كاتب الكتاب بصورة حلوة. إحنا بنتي محاضرات. هي مختلفة. أنا بشوف أنا هاخد الامتحان وأحطه هنا. خلاص. بس محمد عوفا هيحط برضه من الجزء بتاعه من اللكشر. أنا هو أوفا فاهم اللكشر. عشان كتاب إيه؟ تمام. أنا معرفش طب هتوصل كتاب إيه أصلا. تمام؟ طيب. هنعرف النهاردة الكومبريشن مودز. اللايت تيورينج ديفايسز مختلفة أنواعها مميزاتها وعيوب كل واحدة فيهم. التيورينج تكنيكس الانسفيشنت تيورينج بيحصل ليه وازاي والكومبريشن شرينج أسبابه وازاي تتغلب عليه. تمام؟ طيب أول حاجة أكيد دي ماتيريالز. إيه هي الكومبريشن مود اللي أنتوا عارفينها؟ في كيميكال أكتيفيشن، لايت أكتيفيشن، ديول أكتيفيشن. يعني إيه كيميكال أكتيفيشن؟ يعني أنت بتحط تو بيست مع بعض وهو بيحصل كيميكال الاكشن ايه؟ بيبتدي الاكشن بيحصل. هي انا بس عايز اسال سؤال بس لو الكومبوزيت عباره عن ايه؟ الكومبوزيت بيتكون من ايه؟ الشعر. فيلرز؟ لا ما اقصدش يعني اذا هو مثلا مونومر بيتحول لبوليمر ما اقصدش كيميكالية قوي كده. هو كل الفكره كلها ان الريزن كومبوزيت لما يحصل له كيورنج يعني يحصل له ايه؟ بوليمرايزيشن. تمام؟ طيب كيميكال اكتيفيشن يعني ايه؟ المونومر بيتحول الى بوليمر كيميكالي مفيش حاجه الاكتيفيشن بتاعها هنعرفهم دلوقتي. اللايت كيور معناه ان اللي بيعمل الانيشيشن بتاع الرياكشن هو ايه؟ اللايت. طيب لو دي والاكتيفيشن بيبقى الاثنين بنعمل انيشيشن وبيبقى فيه ايه كمان كيميكال معين. طيب الكيميكال اكتيفيشن هو بيبقى عباره عن انتوا شفتوه اصلا في حياتكم ولا ما شفتوهوش؟ وانا بصراحه لما كنت في طيارة شفته مره وبعد كده اختفى من الوجود. انتوا عباره عن هقول لكم حاجه عارفين ال كلكم اشتغلتوا اكيد بال اسمه ايه الاخضر بتاع البروتين اسمه ايه؟ اكوستوم. اكوستوم عندهم نفس الفكره كيميكال. انت واصل ان انت بتبتدي تعمل الباودر مع الليكويد او المونومر مع الباودر ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بتعمل ميكس وبعد كده بيبقى زي دوي وبعد كده ستيكي صح؟ وبعد الستيكي بالذات بتبتدي تعمل تشكل بيه الدنشر بتاعك صح؟ وبيخش في الدو ستيج بيطلع فيه جنريشن فظيع صح؟ هو نفس الكومبوست بس ده لونه اخضر ده لونه ابيض. هو الاكوستون ده ايه؟ ده كيميكال اكتيفيشن. كان زمان طبعاً منه الكومبوزيت بس بصوا بقى الاكتيفيشن سيستم الحاجه اللي بتعمل اكتيفيشن اصلا انيشيشن للرياكشن اسمها اروماتيك اماين. يبقى الاكسلريتور عندنا في الكيميكال اكتيفيشن اسمها ايه؟ اروماتيك اماين. طيب مشكلته ان هو بيعمل ايه؟ ديسكلريشن فظيع ولا ان هو بيعمل ليكج مارجنال ليكج فظيعه. تمام؟ طيب تعالوا بقى الاكتيفيشن مبدئيا ايه مميزاته؟ فكروا كده بالاكوستون برضه فكروا ده كيميكال مبدئيا ده تايم كوماند يعني ايه؟ يعني اعمل الاشكال اللي انا عايزاها اعمل الريستوريشن بتاعتي زي ما انا عايزه من غير ما ايه؟ ابقى مزنوقه في الوقت. الكيميكال اكتيفيشن في الاكوستون لو مشيت فيها هعمل فيه ايه؟ تبريد في الباب صح؟ يبقى هي دي ميزه اللايت اكتيفيشن. طيب الاكسلريتور بقى اسمه ايه هنا؟ الفاتيك اماين. ركزوا كويس جدا في الفرق ما بين الكيميكال الاكسلريتور واللايت. اللايت هنا هو الفاتيك اماين. لقوا ان هو كلر ستابيلتي فيه عاليه جدا. تمام؟ وطبعا التايم بتاع الكونديشن ايه كنترولبل زي ما قلت لكم اسمه تايم كوماندر. والميكسنج هازرز بقى حكايه الستيكي مش الستيكي من المشاكل اللي انتوا دخلتوا فيها في الاكوستون دي كل دي ايه؟ احنا افويد كل الكلام ده. تمام؟ طيب مشكلته ان انت البيلد اب بتاعه او الانكريمنت زي ما قلنا مره فاتت ديبث اوف كيور او ديبث اوف بنتريشن عندنا قد ايه؟ 2 مللي. طيب مشكلته واحنا في فراجه في البوستيرير في عندك في الجينج بيزيد في لو ديب كافيتي هتبقى ايه؟ مشكله ان هو في اللايت بنتريشن الفاريشن اوف اكسبوجر ليدز تو شيد فاريشن. كل ما الشيد كان غامق كل ما احتاجنا اكسبوجر تايم ايه؟ اعلى. لو واحد مش عارف المعلومه دي هو ممكن ايه؟
هو فاهم ان هو 20 ثانيه 10 ثواني هيحط كده وخلاص، هو مش واخد باله ان كل ما الشيد كان اغمق كل ما الاكسبوجر تايم ايه بيزيد. وطبعا دي من ضمن العيوب. طبعا سنسيتي تروم اليمينيشن، احنا كل الكومبوست عندنا هتلاقوها محطوط فيه لونها ايه؟ اسود. تمام؟ طيب انتوا في اغلب اغلبكم اللي بتشتغلوا في المعمل او في العياده فوق تلاقي فاتح التيوب وفاتحها وعمال تشتغل وعادي جدا هي سايبها للايت. طيب هو ايه اللي حصل فيها؟ لا هي ما نشفتش، ما حصلهاش للدرجه دي بولمرايزيشن، هي باظت. انت في احيان تشيل اللاير دي ترميها وتبتدي تاخد الرديف اللي تحت، وانت اصلا الصح وانس ان انت تبتدي تكمبوزيت يبقى في زي بارت كده صغيره بلاستيك وليها كفر اللي لونها اورنج. اوكي؟ المفروض انت بتاخد انترنت وتحطها وتغطيها والتيوب بتاعتك نضيفه. زي بالظبط ما تعمل لبن في الثلاجه، تاخد حبه لبن وتقفله وتحطه تاني، صح؟ عارف تفتح اللبن وتسيبه كده اللي عايز يشتغل طول اليوم، اي حد يشرب اي حاجه مفتوحه بيعمل كده. انت بتاخد جزء وتقفله، نفس الموضوع. انت بتاخد جزء وتحطه في البعد وتغطيه، واول ما تخلصه، وعلى فكره انت لو ما خلصتوش كله ترميه في الزباله، الجزء ده ترميه في الزباله. انت بتاخد جزء جزء. هي دي مشكلته، ان هو بيبوظ بسرعه وانت احيانا ما تبقاش عارف ان هو باظ. تمام؟ طيب دي الاكتيفيشن بقى. هو احنا طبعا كومبينيشن بين الكيميكال واللايت بولمرايزيشن بيستخدموا فين؟ الاغلب مميزات الكلام ده في لو انا بعمل سيميتيشن البوست، البوست ده بيبقى طوله مثلا 4 6 5 6 مللي، فانت ال 5 و 6 مللي دول هتوصل لهم ازاي؟ انت بتعمل اكتيفيشن للطبقه اللي فوق والكيميكال اللي بيحصل ايه؟ في اللايرز اللي تحت. فدي ميزه الديوال كيوب. اوكي؟ عملوا نوع تاني من الكومبوست اسمه بارك فيل. بارك فيل ده زودوا جيتو فيول بدل ما هو 2 مللي بقى من 4 5 مللي. فلاقوه حلو جدا وانا بشتغل في الديب كافيتيز، بعمل بيه كور بيلد اب، بعمل بيه برضه البوست سيمنتيشن او الكلام ده كله. اللي هو بارك فيل ريستوريشن مش سيمنت، بس لو انت بتعمل بيه كور بيلد اب فانت محتاج ثيكنس عاليه جدا، ف 4 5 مللي هو حلو جدا ده في البريزنتيشن. تمام؟ يبقى ديوال كيور من انواع ايه؟ بارك فيل كومبوزيت. اوكي؟ طيب اهو ده بيبقى ارتفاع تقريبا ريستوريشن 5 مللي، انت بتاخد 10 ثواني من اللايت وهو بعد كده الايه؟ الكيميكال اللي بيكمل الاكتيفيشن بتاعته ايه؟ الكيميكال. طيب الفوتو انيشيتور هنا في اسمه ايه؟ كامفرتينوم. اوكي؟ كامفرتينوم ده يا دكاتره هو بيشتغل ازاي؟ كامفرتينوم مبدئيا الفوتو انيشيتور دوت اول ما يبتدي هو عنده قابليه فظيعه ان هو يمتص او يابزورب البلو لايت. تمام؟ عاده البلو لايت اللي هو المفروض ان احنا بنشتغل في اللايت كيوز تبقى من 400 ل 520 نانو متر. اوكي؟ كامفرتينوم دوت اول ما يبتدي يابزورب ايه البلو لايت هيبتدي يحصل له ايه؟ هيتحول لانستيبل ويبتدي يتكسر. الانيشيشن بتاع الرياكشن ده هيبتدي يتفاعل مع ايه؟ مع الالفاتيك امايل اللي موجود فين؟ في الكومبوست. هيبتدي يعمل لي البوند ده وهيعمل حاجه اسمها فري راديكال. وانس ان هو عمل فري راديكال هتبتدي الايه؟ الانيشيشن بتاع البوليمرايزيشن، التشين هتبتدي تتكون. تمام؟ طيب معلومه صغيره مش عارفه مخدرات في الماتيريالز ولا لا، كل ما كانت التشين بوليمر تشين طويله كل ما كان احسن في الكومبوست ولا اوحش؟ لا، كل ما كانت طويله كل ما كانت كويسه. كل ما التشين دي طولت كل ما البوليمرايزيشن معناه ان البوليمرايزيشن كله ان كل مونومر اتحول الى بوليمر. لو انا بكون تشين صغيره معناه ان انا الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الكيور كومبوزيت مش كويسه. يبقى كل ما كانت لونج تشين اطول كل ما كان ايه؟ احسن. هقول لكم ليه الكلمه دي هنعرفها كمان شويه. طيب شايفين الدايره دي؟ الدايره دي هي التب بتاعت اللايت كيور بتاعت الجهاز. شايفين هو الرينج بتاعها واخد ايه؟ الام او دي كافيتي. كمان شويه هنشوف من ضمن المشاكل ان تبقى عندك ان انت واخد الرينج ده في الحته دي بس. طيب الجزء ده ميزيالي وديستالي ما حصلوش بولمرايزيشن. يبقى انت عندك لازم التب بتاعت الجهاز يبقى واخده كل الايه؟ الرينج بتاعت الكافيتي. تمام؟ طيب
ده بالنسبه للقصه بتاعه النورماليزيشن بتحصل ازاي. طيب كامفر كينون دوت هو لونه ابيض، هو اصفر اصفر، هو ده اللون بتاعه. اكتشفوا ان هو بيعمل ان هو كان عنده مشكله في الديسكلاريشن او بيغير اللون، بيغمق اللون بتاع الجمباظ. بداوا يطوروا من الفوتو انيشيتورز، لقوا احسن واحد كان هو الليتولين تي بي او او ايفوسيلين، هو ده اللون بتاعه اصفر فاتح، لان هو ليتر اون ما بيغيرش من، انتوا عارفين مشاكل الجمباظ لو حد حط ريسبريشن بتغمق صح؟ هي دي تبقى مشاكل كامفر كينون. كامفر كينون ده بيبقى بيغمق الريستوريشن او بيغير اللون بتاع الريستوريشن. اكتشفوا ان الليتولين تي بي او والايفوسيلين هو مين؟ احسن فوتو انيشيتور من الكامفر كينون. الكامفر كينون حلو ولا وحش؟ وحش. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف الديفايسز بتاعت اللايت كيرنج ديفايسز. اللايت كيرنج ديفايسز، اللايت كيرنج ديفايسز يا دكاتره في منها وايت لايت وفي منها بلو لايت. واحنا اصلا لسه انا حالا بقول كنت بقول ان الكامفر كينون بيحب انهي لون؟ البلو. طيب هما الاجهزه دي هي بتبقى وايت ان اوريجن وتبقى بالفلتر بتبقى لونها ايه؟ بلو. وبعد كده لما طوروا لقوا ان في ان هم عملوا البلو لايت اللي هم هي اوريدي من الاوريجن بتاعها لونها ايه؟ بلو. يبقى احنا عندنا كام نوع من الديفايسز؟ وايت ان اوريجن وبلو ان اوريجن. مفيش حاجه اسمها مين احسن من حاجه، بس هما القديم كان وايت وعاملينه بالفلترز بقت بلو، لكن كل الجديد دلوقتي هو ايه؟ بقى بلو ان اوريجن. تمام؟ انا دايما بشبه الاثنين دول باللغه بتاعتنا زمان، مش اللغه دي بتاعتنا فاكر صفر؟ الهالوجين دلوقتي كله بقى ايه؟ ليد. ليد ده اصلا بيبقى بلون اوريجن او الوايت دوت هو اصلا بلون اوريجن. تمام؟ طيب الوايت يا دكاتره ده اللي هو الكوارتز تانكس من الهالوجين والبلازما ارك والبلو لايت ليزر وليد. باي ذا واي احنا كل اللي بنشتغل بيه دلوقتي في السوق هو الليد. ما عادش موجود الهالوجين ده، يمكن عندنا الجهاز اللي جوه ده فيه عندنا في المعمل هالوجين. تعالوا نشوف واحد واحد بيشتغل ازاي. ده هو ده الجهاز بتاع الهالوجين عامل زي المسدس. الفكره بتاعته بالظبط عامل زي البلب. ده تبقى فيها تنجستن فيلمنت بالظبط زي اللمبه بتاعت زمان، اوكي؟ والجهاز اللي موجود هنا اسمه ايه؟ هالوجين. تمام؟ وانس ان انا احط الباور سبلاي في الفيشه بيحصل ايه؟ التنجستن فيلمنت دي بتسخن. تسخن توصل اب تو 3000 درجه حراره. طيب يجي يحصل هنا في كولينج فان، الكولينج فان ده تبتدي تبرد ايه؟ تبرد التنجستن فيلمنت ديت. وانس ان هي وصلت نسبه حراره ل 300 تبتدي تتفاعل مع الهيدروجين فتأمنت لايت، طلع لنا لايت لونه ايه؟ ابيض. الله ينور عليك. بصوا بقى عندنا هنا في فلترز، الفلترز دي هي بتطلع لي اللون الايه؟ الازرق. يبقى الكوارتز تانكستن هالوجين لامب دي هي اصلا في الاصل لون ابيض، تمام؟ وبالفلترز بتطلع لي اللون الازرق، اوكي؟ طيب كان ليها مشاكل كتير قوي والجدول ده تحفظوه زي اسمه، تمام؟ هجيبه بقى يعني مش 60 طريقه عشان بس الامام اللي بقى مختلفين مش ما نتخانقش مع بعض. تعالوا نشوف ايه مشاكل الكوارتز تانكستن هالوجين لامب. اول حاجه بيحصل حاجه اسمها قلب سيلفرينج، يعني ايه؟ او بلاكينج، بيحصل ديبوزيشن اوف بلاك ميتلز على البلب، يعني التراكم. على فكره انتوا لو حد عندكم اللمط بتاع زمان دي ولو لقيت الفيلمنت مقطوعه احيانا بتلاقي زي نقط سودا في اللمبه، حد شاف الحاجات دي ولا عمره شافها؟ هو ده، هي دي اسمها البلب سيلفرينج او بلاكينج، اوكي؟ طيب دي بصوا بقى الكولوم ده مهم جدا، يعني دي مشكله ودي تعريف المشكله. ايه بقى ايه المشكله لما يحصل بلاكينج؟ هو قلل اللايت انتنستي 74%. تمام؟ واحد يقول لك ماشي تمام الجهاز بيلق ولا بتحصل حاجه، تمام عشان هو شغال، هو شغال بس بصوا الانتنستي قلت قد ايه؟ 74%. طيب البالب كروستنج ده عكس البلاكينج، يعني بيحصل وايت بوزيشن، وايت امبيورتيز بتبقى في الجلاس لاند بيسموها كريستاليزيشن او ديفيتريفيكيشن، اوكي؟ دي قلت لنا كام؟ اللايت كيورنج انتنستي قلت 45%. طيب البالب فيلمنت او بيرن اوت، يعني الفيلمنت اتقطعت، ايه اللي حصل؟ توتال لوس، خلاص بتتغير الفيلمنت اصلا، اوكي؟ طيب
او كانها لمبه اتحرقت زي ما بيقول. طيب الريفلكتور 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 دي ديجريديشن حصل الكودينج اوفر الريفلكتور ده باظ او حصل له باظ حصل 66% من ايه من لايت انتنسيتي فقدها. تمام البايب ايجينج واحد شغال بقاله سنين في العياده حصل له ايجينج حصل اللايت ويف لينث ديت اتغيرت البلو فروم شورت بلو ويف لينث للونج يلو ويف لينث. ايه المشكله؟ لا هي كده الهيت جنريشن في ناس كتير وهي بتعمل الكمبوز بالجندر بالذات تقيدها سخنت من كتر الحراره اللي بتطلعها الهيت اللايت فيول. طب تخيل انت ايدك اتعورت حصل مره معايا يعني انت اتلسعت من كتر ما الهيت جنريشن بتطلعها طب ما مالك كتر ريستريشن ايه؟ ما بالك قلب ايه؟ يعني اكيد ده كان نترك بقى البرودكت في ثانيه. تمام؟ يبقى كل الكلام ده هناخد بالنا منه او هي دي مشاكل بتاعة كوارتز تانجستن هالوجين جام. ليه انت بتكتبه بالشكل ده اصلا؟ وانت بتشتري يعني انت وانت بتشتغل في العياده او انت بتشتري الجهاز انت بتبقى فاهم انت بتشتري ايه؟ هل حد فيكم هيشتري بتاع الكوارتز بتاع هالوجين قديم جدا ومشاكل كتير قوي وما بقاش موجود، كل ما بقى بيستخدم ده. وباي ذا واي لو انتوا تفتكروا المره اللي فاتت لما قلت لكم احنا كومبوزيت لما بقول لكم التايم اوف فيول قد ايه؟ قلت لكم مش عايزه حد يقول لي 20 ثانيه ولا 40 ثانيه قلت لكم لازم الاجابه على حسب صح؟ يعني هو على حسب انا بشتغل بقالي جهاز. هو ممكن يقول لك لو انت بتشتغل ده فممكن ممكن نشتغل 40 ثانيه انت بتقعد 40 ثانيه على الانكريمنت اللي هيحصل لك فيه منك. طبعا الوقت يعني كام ابن لذينه كتير قوي. طبعا ال 40 دول قالوا دلوقتي بقى 10. متخيلين التطور؟ طيب تعالي بقى حاجه اسمها بلازما ار تيورينج يونت. دي احنا في التانجستن كان اثنين كان فيلمنت صح؟ لا ده هيبقى البالب هيبقى فيها رودز اثنين رودز اثنين رودز ده وقت ان انت حطيت الفيشه بتاعت الجهاز هيطلع لك ارك من ايه؟ اللايت. الارك من اللايت ده هيعمل اكتيفيشن للزينون فيبتدي يعمل ايميتنج للايه؟ لللايت. يبقى احنا التنجستن هالوجين ده كان التنجستن هالوجين كان اللي جوه البالب ايه؟ هالوجين لكن هنا لا التنجستن فيلمنت وفيها هالوجين حواليها لكن هنا تنجستن رود وحواليها ايه؟ زينون جاز. دي مهمه جدا برضه انك تبقى عارف مين الزينون ومين الهالوجين. تمام؟ طيب الانتنستي كانت بتوصل لفين؟ ل 2500 انتنستي عاليه جدا. عيوبها ان هي كانت وايد انرجي رينج دي حاجه مش كويسه خالص انت وكل ما تبقى الرينج بتاعتك من 400 ل 450 كل ما كان احسن. اوكي الكيورنج ريزلتس كانت بتبقى سيئه جدا قبل كان برضه مشكلتها انك تعمل كل ما كان وايد رينج في الانرجي بتعمل هيت جنريشن ايه عايز جدا. تمام الهيت جنريشن قليل جدا
بتاعت الجدول ديت ما عادتش موجوده. اوكي الباور كونسومشن احنا دلوقتي بقى فيه حاجه اسمها وايرلس صح؟ وفي بالبطاريه يعني مش محتاج فيشه. فاللو باور كونسومشن ده حلو جدا. ايزي فيوز دلوقتي كمان بقى كوردس او اللي هو ايه وايرلس. اوكي تعالى نشوف التطور بتاع الجنريشن. اول جنريشن هي كانت عباره عن زي شيب كده واحده. السكند جنريشن بقت فور شيبس. الثيرد جنريشن احنا قلنا ان هو اصلا بلو. الثيرد جنريشن بدا يحول من بلو لفايلت لايت. الفورث جنريشن هم عملوها بقى بالاشكال دي. على فكره الجهاز ده اكتر من 30000 جنيه سعر اللي هو الفورث جنريشن. ليه؟ لان هو التيب ديت بتشيلها وتعمل لها استراليزيشن. عمري ما شفت لايت تيوب بيحصل له استراليزيشن صح؟ لا. الفورث جنريشن ده ودي بتحصل لها استراليزيشن. هو في منها نوعين، حاجه اسمها لايت بايب ديزاين وبنسل ستايل، هو هم دول اللي انتم شايفينهم تمام. هتبقى في شركات مش هقول صمره الشركه اسمها ايه؟ نسيت دلوقتي، بس هو الشركات دي اللايت تيوب بتاعها كده. اوكي؟ يبقى ده اللايت البلو لايت ايميتنج دايودز فورث جنريشن. طيب احنا بقى في العياده انفكشن كنترول مبدئيا البانلز اللي بتبقى عامله زي في ستيب طويل لازم نكون استخدمها في الكلينك فوق او بتعمل لها رابن. في حاجه مهمه جدا في الموضوع ده، مش انتوا عندكم البانلز او اللي بتشتغلوا بيها لون ازرق بتاع انفكشن كنترول؟ الرابن ده هل هحط ده رابن دوت على اللايت تيب بتاعت اللايت؟ ليه لا؟ هتقلل انتنس جدا. في ناس في العيادات فوق هو حاطط هو مش واخد باله ان دي بتقلل انتنس. كل ما انت قللت انتنس كل ما المنظر مش هتحول كله هيعمل لك مشاكل بنت لازم. يبقى احنا ناخد بالنا كويس جدا ان انت بتعمل رابنج اوفرول او بتعمله ترانسبيرنت. ما ينفعش تعمل له باريا دوت بلون يا اصفر يا ازرق، نشوف الوان مختلفه من الباريز دي تمام. تعمل لها ديسانفكشن كويس جدا. تاخد بالك اللايت جايد ده لازم نعمل له ان هو نضيف. في ناس الستيبس بتاعت اللي هي الازاز بتاعت اللايت فيور نفسها اللي فيها كومبوزيت. انت كده اللايت مش هيعدي كله في الريستريشن بتاعت الغلط. يبقى انت لازم تاخد بالك ان التيب دي تبقى نظيفه تمام؟ افويد الكومبوزيت بيلد اب اوفر ذا تيورنج تيب. دي لسه بقولها بتلاقي الكومبوزيت فوق التيورنج تيب تمام؟ شايفين الجمله دي بقى؟ تيورنج ديستنس تبقى قد ايه؟ مني. يعني انا ما بلزقش التيورنج تيب على الريستوريشن، لازم يبقى فيه بعد ملي. واحنا قلنا الدبث اوف كيور قد ايه؟ 2 ملي. الدبث اوف كيور عندنا 2 ملي وملي سبيس يعني اوفرول كله ايه؟ 3 ملي من الديستنس بتاع التيب لغايه الكومبوزيت بتاعك الشوفت. اوكي؟ طيب هو ايه فكره اللايت كيور؟ زي ما قلت لكم احنا بنجمع المونيمر ده الفري مونيمر بنحوله كله لشورت تشين، وشورت تشين بتتجمع مع بعض وشورت وشورت بيكونوا ايه؟ لونج تشين او اللي هو في الاخر النت ريفلكس اسمه ايه؟ بوليمر تمام؟ يبقى اهم حاجه ان انا يحصل كومبليت بوليمرايزيشن، لونج كروس لينك تشين. كل ما كانت لونج كل ما كانت احسن، كل ما كانت لونج كل ما كانت احسن، وبتقلل البوليمرايزيشن ايه؟ ستريسز شركز ستريسز وقللت الايه؟ الهيت جنريشن تمام؟ طيب ايه مشكله البوليمر؟ يعني انا لو في حبه مونيمر ما تحولش لبوليمر، ايه المشكله؟ ايه؟ ده فاينل ريزلت. هو مبدئيا المونيمر ده مبدئيا هو يعني ده بيبقى سوفت ما بيتحولش لهارد، فهو بيبقى مونيمر ده بيبقى سوفت مش هارد. بيبتدي يابزورب السلايفا وكل الفلويدز اللي موجوده فين؟ في الاورال كافيتي. ميتة ولا عيب؟ عيب. هيبتدي يحصل له سوالم. يعني ايه سوالم؟ يتنفخ. يبقى انت كده حصل فيلير لايه؟ للكومبوست. تاني لو انا لو المونيمر لو ما حصلش كل البوليمر ايه اللي هيحصل؟ ايه الكونسيكونسز؟ هيبتدي ياتراكت كل الفلويدز الموجوده في الاورال كافيتي او السلايفا، يحصل له سوالم، وبعد كده هيعمل ايه؟ فيلير. الكومبوست هيفيل تمام؟ طيب تعالوا بقى حاجه اسمها كيورنج مودز. اللي فيه مشكلة بقى كيور بتلاقوا حاجه مكتوب عليها رام كيور فالس ديلي ستيب كيور او بتلاقوا عليها رسمات. تعالوا نشوف ايه هي الكيورنج مودز الموجوده عشان لما انت تبقى في السوق
هاي انتنسيتي يعني هبتدي في الانتنسيتي العاليه جدا، وده كان زي البلازما ارت ده ما بقاش يستخدم اصلا تمام، يعني هو لو بيدمر الميكانيكا بروبرتيز بتاعت الكمبوزيت. بعد كده الميديم انتنسيتي ده انت يعني نص عمرنا عشنا بالميديم انتنسيتي ده كان يونيفورم هالوجين لام الانتنسيتي بتاعته ميديم مش هاي، بس هو كل المشكله بتاعته ان هو بيعمل شورت تشين. كل مشكله ان هو بيعمل ايه؟ شورت تشين. ميزه ولا عيب؟ عيب. يبقى احنا نستخدمه ما نستخدموش، ما بقاش موجود. ده كان عاده في الهالوجين ايه؟ تنجستن فيوريت. طيب هم عملوا بقى ميكس ما بين اللو والهاي انتنسيتي سموها سوفت كيور. انت ممكن يبقى المسمى سوفت كيور، ممكن يبقى المسمى ايه؟ لو هاي انتنسيتي. ده في منه نوعين، في منه حاجه اسمها ستاب كيور وفي حاجه اسمها كرام كيور. ركزوا معايا عشان ما تتلخبطوش منها. يعني ايه ستاب؟ كمان بتدفع في الليله صح؟ طيب ستاب دي يعني هي هتبتدي الرينج بتاعها قليل واند هتبتدي عالي جدا تمام؟ يبقى احنا هنبتدي اول حاجه انتنسيتي قليله وبعد كده هتبتدي تعلى جدا. طيب دي لو ميزه ان هي الشرينكج ستريسز قلت فدي ميزه مش عيب، بس هي مشكلتها في حاجه كل الكومبوزيت حصلوا ان ايفن بولمرايزيشن لان هو بدا قليل وفجاه عالي جدا، يبقى هي اسمها ايه؟ ستاب. حلوه ولا وحشه؟ وحشه، يبقى احنا مش هنستخدمها. تعالوا للرام، يعني ايه كلمه رام؟ اللي فيكم راح اوتيل او طلع مستشفى لا قدر الله او حاجه مش كتير، رام ده اللي هو بيبقى المطلع ده عشان تدخل على الاوتيل. سمعت كلمه رام بعد كده ولا لا؟ ها؟ ما علينا. الرام ده يعني الفكره كلها ان هو كانه مطلع، بمعنى ان انت بتطلع جرادولي. يبقى رام كيور انت بتطلع بالانتنسيتي بتبدا قليله بتزيد ايه؟ جرادولي. هما لقوا ان هي بتقلل الشرينكج ستريسز جدا، بتحسن الميكانيكال بروبرتيز. يبقى كل الكومبوزيت بيحصل له ايفن ديستريبيوشن في الانتنسيتي وبيحصل له بولمرايزيشن حلو جدا. يبقى دي كويسه ولا وحشه؟ يبقى دي اول حاجه عندنا كويسه اسمها رام. هتلاقوها في اليونس عامله خط كده في الكيشن، يعني هو خط كده طالع ده اسمه رام. بتعرف ان هو النوع ده اسمه ايه؟ رام. ممكن اجيبه لكم على فكره في الامتحان بصوره واقول لك ده ايه وبيستخدم في ايه تمام؟ عشان ما تقولوش ان انتوا ما قلتيش. اديني اقول لكم يعني ممكن اجيب لكم رام كده صوره وممكن اجيب لكم اسم. الصوره دي هيبقى خط كانه طالع تبقى فاهم ان ده الرام. طب ستاب، ستاب دي تبقى كده وكانها زي السينما. اتفقنا؟ طيب الديسكونتينوس يبقى احنا من كل الكونتينوس مين كويس؟ الرام. تعالوا بقى للديسكونتينوس، عندنا هاي وعندنا لو. الهاي انتنسيتي عندنا منه هاي انرجي بلس وي بلس ديلي. هاي انرجي بلس هم لقوا ان هو انا هطلع بالانتنسيتي ل 1200 فجاه زي حد الكومبوزيت صدمه كده هعمله كيور بسرعه جدا. والله لقوا ان هو عمل لونج تشين في حاجه كويسه، الاستريسز قلت بس الميكانيكال بروبرتيز وحشه جدا فلغوه. بقى يستخدم ما بقاش يستخدم؟ ما بقاش يستخدم. طيب تعالوا بقى للسوفت كيور. خد بالكم هنا في حاجه اسمها لو هاي انتنسيتي سوفت كيور ولو انتنسيتي سوفت كيور، في فرق ما بين الاثنين. اوكي؟ طيب لو انتنسيتي سوفت كيور ده بالز ديلي بيعمل ايه؟ بالز من اسمها بالز يعني يبدا قليل اوكي؟ ويستنى شويه. يزيد في الانتنسيتي ويستنى شويه. اوكي؟ يزيد في الانتنسيتي ويستنى شويه. لو ان البوليمر تشين بقت كبيره جدا الميكانيكال بروبرتيز اتحسنت جدا كل المونيمر اتحول الى بوليمر. يبقى مين احسن حاجه في كل دول؟ بالنسبه للكونتينوس هو رام كيور، بالنسبه للديسكونتينوس مين؟ فالس ديلي. اتفقنا؟ دي اخر سلايد في المحاضره كلها. طيب تعالوا بقى بعد كده محاضره سخيفه سمعتني في محاضره سخيفه. طيب تعالى يا دكاتره نشوف بس هي ايه انواع اللايت كيورنج. هي فيها كذا ديزاين، في حاجه اسمها الواند اللي هو ده اللي هو بيبقى اوريدي متركب في الموديول بتاعت اليونت او الجن اللي هي زي
اصلا من غير ما هي عامل زي القلم كده. اوكي يبقى دي انواع الايه البيزك ديزاينز بتاعت اللايت تورينج يونت. طيب ايه بقى اسباب الانسفيشنت تورينج؟ يعني انا عملت الاسبريسو والعيان مشي كل حاجه، انت اوريدي ما عملتش انسفيشنت تورينج. ممكن احيانا بيبقى لايت تورينج يونت هي اللي فيها مشكله، او بروسيدرال فاكتورز هي اللي فيها مشكله، او كابيتال بريبريشن ريستوريشن هي اللي فيها مشكله. تعالوا نشوف واحده واحده. لو لايت تورينج يونت زي ما انتم شايفين، شوف اللي بقول لكم عليه، يا اما البايب بروبلم زي فروتنج بلاكنج والايجنج، دي خلاص احنا عرفناها. لايت افكتيف ديجريديشن يعني هي اصلا واحد بيشتغل بلايت مكسوره. شفت مره واحد فوق والله في العياده التيب مكسوره اصلا، يعني هو بيشتغل بيها مكسوره، هو متخيل ان هو الضوء اللي ده بيطلع هيمشي في الحشو مش هيعملها بولمرايزيشن وتمام، هو مش واخد باله ان كل اصلا انت الفكر ليه في الزباله. فالتيب دي مهمه جدا ان هي تبقى نظيفه ومش مكسوره ولا لونها ازرق ولا لونها اصفر. اوكي ريزن بيلد اب اوفر ذا لايت تيب، اللي انت هنا في ريزن انت اوريدي هيمنعك الوقت ان هو يوصل. عندك مشكله في الاسترايزيشن اصلا او انفكشن كنترول باريرز، انت تستخدم ايه الاصفر او الازرق لو هو ده هيقلل لك الريسك بتاع اللايت. المفروض ان هو انت تشتغل ترانسبيرنت لاسوء الظروف، عارفين الاوفر جلوفز الشفاف، اقطع صباع من الصباع ده وتحطه فين؟ لبسه للبايت كيو، وممكن تلزقه سوريكات خفيف من فوق، يبقى انت كده عملت باري. اوكي وانت في نفس الوقت الانتنسي عندك تمام، انت ما عدتش منها حاجه. اتفقنا؟ يبقى دي كل مشاكل ايه؟ لايت تورينج ايرز. طيب تعالى بقى للبروسيدير ايرز. لايت تيب دايركشن. والله احنا الدكتوره قالت لنا في المحاضره ان اللايت دوت لما بيخش في العين بيعمل ريتنا اسمه ده بيدمر الريتنا. فوانت بتعمل كده مش عايز تشوف، طبعا كده بعد ما تخلص ال 40 ثانيه تبص كده تلاقي نفسك انت بتعمل تورينج لاخر عيان اصلا، مفيش اي علاقه بالريستريشن. بص شايفين الشكل ده صح ولا غلط؟ غلط. انا قلت لكم ان احنا المفروض احنا بنشتغل مبدئيا 90 درجه فوق الريستريشن. بينك وبين الريستريشن قد ايه؟ ملي. الصوره دي صح ولا غلط؟ غلط. ايه اللي هيحصل؟ بص المونيمر ما تحولش الى كوني، يبقى ده انسفيشنت بوليمرايزيشن. تمام؟ طيب صوره زي كده، فاكرين الصوره اللي من شويه قلت لكم كان واخد رينج كل الام او دي؟ طيب بصوا الصوره دي هي تب صغيره جدا، او انت عندك الكابيتي كبيره، هو حتى لو الكابيتي كبيره انت هتعمل تورينج للجزء ده والجزء ده وبعد كده الجزء ده، مش انت عندك ام او دي وانت حاطط في النص ومالكش علاقه باي حاجه وهو هو هينشف فوق هيعمل بوليمرايزيشن. لا يبقى برضه انت افيشنت ايه؟ تورينج. طيب سايد اوف تب دي قلناها، تايب موفمنت لسه بقول لكم عليها، تايم في اكسبوجر، انت المفروض ان هو مثلا مكتوب 40 ثانيه مضطر انت رحت في مكان وهو ما عندهمش غير هالوجين و40 ثانيه وانت قاعد زهقان بقى يوه لسه 40 ثانيه 10 ثانيه لا هو كفايه عليك كده، فايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل بولمرايزيشن. الاكسس اوف فرستريشن لو انت بتشتغل في جزء ديب قوي، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا واحنا بنشرح في كومبوست الصغر احنا هنتفق ايه؟ انكريمنتال صح؟ طيب لو انت بتشتغل في ريستوريشن في فيري ديب وحطيت جزء كبير وعملت تيورنج يبقى برضه هيحصل ايه؟ سفشن ايه؟ تيورنج. الاكسس بتاعتك مهمه جدا. طيب عشان نحل الاكسس بتاعت الاسبريشن دي خاصه في كلاس 2 تعالوا نشوف حاجه زي كده. شايفين بروكسمان ده كان في الديزاين عندنا بروكسمان بوكس، شايفين ده موديفايد بوكس المفروض كنتوا بتعملوه في اللاب. طيب هنا كل اللايت بيخش من اول ده الداخل ستير عندنا ملي 8 3 8 4 ملي، انت حطيت كل الاستريشن دي وده مكتوب شيب اوف كيور، يعني كل مكان غامق كل ما حصل له ايه؟ كيورنج. بصوا يا دكاتره 69% حصل له كيورنج، اول واحد سوبرفيشال وبعد كده. على فكره هو انت كل ما اللايت يعني كل ما بتزيد في المسافه كل ما الانتنسي بتقل، يعني ده 65% منها حصل لها كيورنج، كل ما تنزل كل ما هي ما تدفف الديجري اوف كونفرجن. يعني ديجري اوف كونفرجن يعني قد ايه من مونيمر تحول الى بوليمر. بصوا في البوتوم في الاخر ايه 15%، دي حاجه كويسه وحشه جدا، يبقى ده انسفيشنت تيورينج. كل ما انت تبقى تشتغل مني بس يبقى انت ضمنت قد ايه؟ على الاقل 70% حصل له بوليمرايزيشن. اوكي طيب في برضه في الجزء ده بالذات جينج فيلدر عملت حاجه اسمها ريفلكتيف
من الديفايس ويبتدي يعمل ايه ريديستريبيوشن، يوزعه تاني. يبقى انت بتضمن ان كل جزء من الجنس بيسيب الاماكن البعيده يحصل لها ايه كيورينج. تمام. طيب الثيكنس بتاع الانترنس كل ما يعني كل ما انت قللتها واستخدمت الجزء دوت في الجنس بيسيب كل ما كان احسن. الفيلر اماونت والسايز بتاع ده ليه علاقه بالمظبوط والشيد بتاع الريستوريشن، كل ده هيفرق. لو انت بتشتغل بشيد غامق فانت محتاج تعمل اكسبوجر اعلى، لو انت بتستخدم دوت هتزود لك برضه ايه هتحسن البوليمرايزيشن. تمام. طيب البلط بيحصل دايما ايه مشاكل بقى بتاعت البوليمرايزيشن شرينكج؟ بيحصل بلط كونتراكشن نتيجه الكونفرجن اوف مونيمر لما تحول الى بوليمر. يعني الكومبوزيت بيكش، طب بيكش دي ايه المشاكل اللي بتحصل؟ ممكن يعمل مارجنال جاب، صح؟ ممكن يعمل هنا وايت لاين ليتر اون، ممكن يحصل كاست فراكشن، الريستوريشن نفسها ممكن تتكسر، ماشي؟ الكاست احنا اتفقنا ان هو ممكن نفسه يتكسر. في حاجه اسمها لما تيجي تشتغل بالذات تشتغل في الكومبوزيت في لوور فول عموما في نيورز اللي انت حاطط ريستوريشن شكلها تحفه وحصل كومبليت بولمرايزيشن وانت بتستشفى عنك زي الفل. العيان روح الم رهيب رهيب يعني مش بيروح، تفتكروا المشكله فين؟ الستريس دي والشرينكج ده هو خلى الكاسبات البكر والبلتل يضغطوا يلموا على بعض حتى حصل حاجه اسمها كاست ديفلكشن. طيب عشان تحل المشكله دي ازاي؟ بمنتهى ببساطه انت هتعمل حاجه زي الفيشر، فيشرات من كده في الكومبوزيت نفسه في بق العيان، هتشيل جزء من الكومبوزيت فهتخليه ستريس. تمام؟ فالكاست بات بدل ما هيبقى فيها تنشن هتايه؟ هتريح فالبين هيروح. ودي كانت مشكله ان انت بتعمل ايه؟ دي مشكله الشرينكج. تمام؟ طيب ازاي نقلل البوليمرايزيشن شرينكج؟ ازاي نقلل البوليمرايزيشن شرينكج؟ اول حاجه الكافيتي كونفجريشن، احنا عارفين ان احنا كل ما الكافيتي عندنا كان شكلها كونسرفتيف كل ما انت هتحط كومبوزيت بطريقه يعني الكافيتي بتاعتك هتقل وطبعا الاكسبريشن بتاعتك في الكومبوزيت هيقل. دي حاجات ليها علاقه بالكومبوزيت انا مش عايزاها. احنا كل ما كانت الكافيتي عندنا دي انا عايز اقلل البوليمرايزيشن شرينكج اعمل ايه؟ ففي الاستيك تكنيك اللي بتحطه ريزن اللي هو الفلو بالكومبوزيت في البيس بتاع الريستوريشن اسفل الكافيتي وبعد كده بتحطه الريستوريشن بتقلل لك البوليمرايزيشن ايه؟ شرينكج. طيب بنعمل حاجه اسمها جايدد بوليمرايزيشن، هي دي اللي انا كنت بقول لكم عليها بتاعت اللي هي البايت اللي هي ترانسبيرنت سويتش، دي اسمها جايدد بوليمرايزيشن. بتقول الكومبوزيت توورد الايه؟ المارجنز، وبتخلي البوليمرايزيشن توورد الفيزبل بلو بيم فبتحسن البوليمرايزيشن. نوع اللايت كيور انديورنس برضه هيفرق واحنا فهمناها. سوفت مود كيور بوليمرايزيشن ده احسن حاجه، واللايت ريفلكتنج سويتش. كل دول الاربع عوامل دول هيقللوا لي ايه؟ بوليمرايزيشن شرينكج. تمام؟ طيب برضه في الكافيتي بريفيشن والاشتراك في البروسيدير عندنا الاستيك وول كونسبت اللي لسه بقول لكم عليه، هنستخدم فلو بالكومبوزيت سيلكتيف بوندنج تكنيك زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. سيلكتيف اللي هو ايه؟ انا بدخل بس على الانامل بعمل اتش والبوند بستخدم بس سيلف اتش بوند في البروتين، بحط انكريمنتال بليسمنت. لو الموضوع ده كله صعب بستخدم الاندايركت كومبوزيت ريسبريشن، باخد امبريشن بوديه للمعمل يعمل لي اندايركت كومبوزيت ريسبريشن، او الالتراسونيك باكينج دي قللت شويه الليكج بس لقوا ان هي بتعمل مشاكل في ان هي بتعمل برزنتيشن لكل الفيلرز في الايقاع بتاع مسميها ايه الالتراسونيك باكينج. عارفين الالتراسونيك تيبس بتاعت السكيلينج؟ الالتراسونيك. طيب في ناس قرروا قالت انا اعمل باكينج عشان ما اعملش بايت والكلام ده كله، هشتغل بالالتراسونيك باكينج. تمام؟ اسمه سونيك فيل او سونيك سيس. ده بيحطوا كومبوزيت دي وهو بالالتراسونيك كده بالذبذبات دي بيبتدي يعمل لك ايه؟ باكينج للكومبوزيت. مبدئيا بتعمل سنس فيلس فظيعه، استخدمتها مره كانت في عياده، بقت سنس فيلس فظيعه بوست اوبتيف. اكتشفنا في الاخر ان هي بترست كل الفيلرز اللي موجوده جوه الكومبوزيت في الايه؟ في البطل.
فبقى بتغير الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الكومبوزيت، فلقوا ان هي بتقلل اه ليكج بس هي فاشله جدا في الميكانيكال بروبرتيز ليتر اون. تمام بس كده دي المفروض. حد عنده اي سؤال؟ دكتور ويا سيدي زودت الكيورنج او بتعمل 50 ثانيه عشان اضمن اللي يحصل عشان اضمن الكيورنج يعني، وعمل 50 ثانيه وعمل الوقت كبير يعني عشان اضمن ان انا عملت كومبليت كيورنج. اه مبدئيا احنا قلنا لما تيجي تشتري كومبوزيت، لا مش قصدي، انا قصدي لو زودت بقى التايم عشان اضمن الكيورنج. لا لو زودت التايم او لا لو زودت التايم هو مفيش حاجه اسمها كده، مش اسهل حاجه يعني مش هتحول كل البوليمر عشان تزود التايم. بالعكس البيبرز كلها بتقول انت لو زودت التايم هو هو نفس التايم، لو قعدت 10 ثواني لو انت هتحط 20 زي 30 زي 40 زي 10. يعني اهم حاجه الانستراكشن بتاعت المانيفاكتشر قال لك والله هو انت بتشتري كومبوزيت انت بتبقى عارف بتكون ايه؟ انت دلوقتي عشان مكمل بس انت لو انت بتبقى عارف بتكون ايه؟ انت هتشتري كومبوزيت وقال لك ده حلو فانت بتجيبه خلاص. طيب قد ايه قد ايه الكيورنج تايم بتاعه؟ هو في ايه انواع الكيورنج اصلا؟ هو نانو ولا مش نانو؟ نانو سيراميك ولا نانو فيلد ولا مايكرو فيلد ولا ايه نوع اصلا؟ كل الكلام ده بيفرق. شد شد عنده في انواع جديده يقول لك انا اشتغل معايا الشيد حاجه اسمها مون شيد، يعني انت لو حطيته على اللابتوب باللون الاسود ده هيبقى اسود. في حاجه اسمها كمينيون ايفكت، يعني ايه كمينيون؟ ده عامل الحرباية بياخد من نفس كل الاجهزه. طب هل ده الكيورنج تايم بتاعه زي الكيورنج تايم بتاع الكومبوزيتس العاديه؟ كل الكلام ده بيفرق، فانت لازم تقرا المانيفاكتشر او كل الكلام الموجود على الكومبوزيت التايم قد ايه، كل الانستراكشن اللي محتاجه اكس مش محتاج كل الكلام ده تقراه، ولو ما كنتش هو بيطوره انت مش عارف. ماشي؟ طيب